السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم مصطفى، رجعنا لكم بحلقه جديده، حلقه 45 سيرفر عراق كرافت. اني وهذا ما ادري شو اسمه، هذا الولف. شو رايكم بهاي البجامه؟ هاي اخذتها من الزومبي قبل شويه، كترت الزومبي وطلعت لي. بس شنو تريد تنكسر؟ بس خلي اكبر هاي على مود تشوفون اوضح. اي هيك شوفوا، تريد تنكسر تطويره بروتكشن، خوش تطويره بس حرامات راح ينكسر. وياي هذا الولف، اقترحتوا لي عليه اسامي حلوه، شكرا للجميع يعني التعليقات. بس المشكله نيم تاج ما عندي، شلون اسوي له اسم؟ ما حد انطاني من الشباب. اوه دنيا ليل، خلينا نروح ننام. طبعا مثل ما شفتوا بالعنوان، اليوم راح نسوي شو اسمه، شو نسوي؟ نسوي هذا القارب، قارب شراعي او بلم، بلم. المهم بيه شراع وهو صغير بس حلو يعني، ان شاء الله يعجبكم. راح نبني، هو ما باني يعني، مو جاهز. فهسه راح نبني سوى، بس قبل لا نبني سوى خل اشوفكم الصوت ناس مال اللعبة، حرامات. سوي اي 26، حلو. ناكل بوتيتا، بوتيتا مشوية طبعا، مو نية، نية ما تزود هواي وتسمم مرات. راح اشوفكم شوية تغييرات قبل لا نبني، يعني تغييرات على السيرفر، تغييرات حلوة سووها الشباب يعني. وصح بديت الحلقة على اساس اطب البيت كاسبر، بس التيت بهذا الولف يعني روضته وهاي السوالف. فهسه خلينا نطب. بس شفتوه من بعيد، اوه صوت زومبي، شفتوه من بعيد بس ما طبيت جوا. هسه راح نطب جوا نشوف. والله بيت مودرن كلش حلو، مودرن حديث. اوكي نطب. هذا التصميم الخارجي، الشكل جدا جميل، خلينا نشوفه منه. شوف يعني روعة. طبعا ذني ما سويناهن الآلات للأسف يعني. فتشوفوني أكل بوتيتا مشوية من المزرعة، جبتها وشويتها. هذا شكل بيت كاسبر، وبعد تغييرات مو بس بيت كاسبر، خلينا نروح نشوف التغييرات. هاي نسيت أطب، نسيت هم مثل ذيك المرة. بس من الخارج أوكي، سد الباب. هذا مطبخ صغير وقعدات يعني، فشي حلو. هنا ليش ماكو ورد؟ هاي لا لا، لازم نحط له ورد، ما يصير ورد إرادة النوار. منين نجيب؟ ماكو. خل شو اسمه، هاي المزهرية بس ما بيها ورد. هاي لقينا وحدة، نطي وحدة والثانية عالية، شو نسوي؟ وردة صفراء. اكو قريبة؟ ماكو، بيتي بعيد. اوكي خلينا نختصر الوقت على مود ما تصير الحلقة طويلة وتملون وما اعرف شنو. بس خلينا نخلي وردة ونشوف الطابق الفوق. ترى والله حلو حلو، نشوف الطابق هنا شكو. هاي المفروض يكسر. يا عادي عادي عادي. كاربت ازرق، حلو حلو حلو. اسف 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 كاسبر، اسف. رجعه. ما بي شيء، ماكو مساحه، جامه مكسوره. مو مكسوره، هو ما جايبها عدله. شوفوا هاي هي ما جايبها زين. هذا السلك تاتش يشلع الجامه. اي والله، اي اي، لا لا، وقعت فوق، وقعت فوق. هاي من جا، لا لا مو مكسوره، هاي تؤدي الى البر مثل الشرفه يعني. شوف كاسبر يعني لازم تداريني. شوف دا اصلح لك السندانه والزجاج. ها شوف، نجي على البلكونه، هذه هي قعدات. حلو حلو والله، بيت جميل جميل جدا. شوف كاسبر جوا يلعب سي اس جو. اوكي دخل بستيم، صدفه حلوه والله يعني. اوكي خل هالبقرة ايش بيها تتمشى. خلينا نروح نشوف تغييرات على السكنات. تغيير شوية مو يضحك هو، وإنما يضحك ومفيد بنفس الوقت، عرفت شلون؟ وسيف المونستر بنا سكنة. لا ما اريد اطلع منها لان راح بنيت شيء انا همين يعني. بنيت شيء، ما هسه تقول ليش ما بنيتها ويانا هسه؟ ها شنو ها؟ ما ادري شنو هاي. ها محل احمد؟ لا هذا محل احمد، هذا ما ادري شنو، والله ما اعرف شباب، خلينا نستكشف. بس اقول ليش ما بنيت هذا الشيء ويانا؟ لان شويه التصميم كبير وتطول الفيديو، يطول يعني. شنو يمكن بيت على، والله ما ادري ايش بيه. صناديق فارغه، يمكن اختفى من تحدث السيرفر. اوكي هذا نوت بوك. تن تن تن، اسمع اسمع. اوكي خل نطلع سد الباب، نروح للسكنات. شوية تغيير بسيط. هاي الساعة شايفيها، بيت مؤمن شايفيه، جسر شايفيه، الشجرة. تذكرت الشجرة هواية، قرأت بالتعليقات ابني شجرة الكريسماس، هاي مال عيد الميلاد ان شاء الله ابنيها. بس ترى بعد وقت، بعدنا ما جاي الكريسماس، والله دا ادرب عليها بالكرياتيف. وبنهاية الفيديو راح اشوفكم عالم الكرياتيف، هواية باني خرابي اشكال. هذا سكن احمد اي ار، احمد جيمز، اني ومؤمن، سيف المونستر. شوف اسكني، خلينا ننزع الدروع، ننزع
مو يشبهني او مو يشبهني كلش، بس يعني زين. اوكي اسكن سيفي فد شغله ضحك. امشي امشي يا سانش، طب ابني بالماي عندنا بيضة بالله، اذا اشمرها على سكن سيف يطلع لنا كتكوت. يلا 1 2 3 وي. اوه ها ما طاح لان يطير. والله سكن سيف بيه بركة، يطلع كتاكيت. سلام اكيد. لا لا خطية، لا لا خلي خطية خلي. طبعا شفت الفيديو مال السيف مسوي مخبأ سري لسكنه، شو السالفة؟ اوكي نطب شوف الدرج، والله شفت الفيديو بقناته. درج اي مسوي مخزن بسكنه، تخيلوا. والله فكرة حلوة، يمكن انا ما اسوي هيك يعني، اقترحوا لي بالتعليقات. خلنا نصعد، شوف اساني واقف واصعد الدرج شلون، سبحان الله. اوكي صعدنا هنا، أنا ورد وسندانات واشياء حلوه، هاي فيها كم حلوه، زجاج وشمعه، فبالليل يطلع فشي خرافي من برا. اذا صارت لي نشوفكم، اذا ما صارت شو تسوي عاد. اوكي بس سيف ما مسوي هاي الفيكه، شوف شوف راسه بي شو اسمه، شوف هاي الفيكه هاي مؤمن اقترحها طبعا. هاي شوف فوق فوق، كل واحد حاط سلابات هذا البريكس. خلينا نشوفكم شلون سوي طريق هيك مثل حرب البيض، بعدين اكسرها. ماما ما لا تخافون يعني ما يخرب الشكل. خل اشوفكم، ما نعد صاعق، مو هاي شنو صوف، الاسكنات صوف، يعني اذا تصير صاعقة فوق سكن مؤمن يشعوط مؤمن. شوفوا يعني الصاعقة تيجي هنا، بس اذا جت هنا على الصوف يعني نحترق بعد. شوفوا الكل سوالها هيج، فكرة حلوة من مؤمن. خل زين هسه والله ورطة، شلون ارجع؟ اوكي نجي هيج 1 2 او شغل سريع، لازم احضر. شوف ضغطة وحدة، تطويرة خرافية. اوكي نجي هيج. طبعا سلار ومرتضى قلهم شو بتسوون سكناتكم؟ يقولون والله ما فارغين ودراسة، يا أخي كلنا عندنا. أوكي بعد سكن سلار هنا وسكن مرتضى هنا، ونشوف بعد حسنين ما أدري بعد يسوي. لا ما ننزل من الدرج، ننزل بهاي الطريقة. شوفوا يم الكتكوت وقعنا. أوكي هسه راح نشوف البحيرة، هي البحيرة راح نسوي يمها السفينة. هاي منطقة سلار كلش حلوة راح تصير والله، تدرون. اوكي تذكرون القارب، مو يا قارب شو السالفة، البيت مال الصيد، مال الصيد. شوفوا هذا القديم شايفين، هذا نجي نصيد بيه، منطقة مال صيد حلوة يعني، سويتها مقابلة. بس انزل هيج على مود ما اخرب المفاجأة، افتح الباب ولو طلع هو عادي. اوكي هنا الصناديق اختفى للأسف، شوفوا فراغات للأسف يعني، هنا هم الورد هم اختفى تدرون. اوكي ناخذ لنا سنارة منا نجيبها هنا، يلا خلينا نسوي، لا نصعد فوق نسوي هاي حركة سينمائية. اوكي والله لو مؤمن هنا كان حط لنا موسيقى. يلا ترن 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 ترى، شو رأيكم؟ هذا البيت مال القوارب، يعني واحد قارب مثلا ها منا تمشي تروح تخليه هنا تنتقل، يعني هذا ما صيد. شوفوا يا خلاص صيد وياكم، بلكي تطلع لنا سمكة. للما يعرف يصيد هسه شمرت السنارة، حلو تنتظر لحد ما الفقاعات تطلع. وين الفقاعات؟ وين 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 وين؟ ما تسحبها قبل، لا تنتظر الفقاعات. ما راح فقاعات، شو السالفة؟ يمكن انا خافيهن من الاعدادات، يمكن والله اي خافيهن على مود يخف اللاك، خافين تطلع فقاعات شوية شوية وتسحب السنارة. بس هسه انا خاف الفقاعات للأسف يعني. اوكي رجال بنطرنها ما احتاجها، خلينا ناخذ القارب اصعد. اوكي حلو سوي هيك احلى. تريري هاي البحيرة كانت كبيرة كلش ومخربطة، سويتها تشبه الدائرة. هاي شنو هاي مال مال الضفادع؟ فتجيب البلم منها، تجيبه منها طبقة تخلي حلو. ها نسيت اقول لكم شغلة، احتمال مو اكو نهر، هذاك نهر نجيبه نوصله بالبحيرة، ومن البحيرة نوصله بديش البحيرة الثانية، فيصير شيء حلو. اي ما ادري نسوي لو لا يعني، المهم اكتبوا اقتراحاتكم. اوكي نطبق هنا تنزل، هي مو هيش الفكرة، مو هيش تجي منها هاي الطريق، هذا الطريق تجي. خشلكم التصميم، هذا التصميم فتشي جميل يعني، رأيكم؟ هذا التصميم حلو حلو نعم. هذا اللي سأل عليه سبونر مال الزومبي، شايفيه اكيد شايفيها من هنا. تنزل او دمجت، ناكل بوتيتا شوية. شو سمع صوت الزومبي هسه يرسبنا فوق فوق، اذا بعيد ما يرسبنا، اذا قريب يرسبنا، عرفتوا؟
فننتظرهم يرسبنون، بس خلي يرسبنون، من هو من يرسبن واحدة يطيح، لأن اكو مي يطيح هنا، ودوس الدقمة هاي شوفوها، ويلا رسبن يا أخي. هاي والله يمكن صار بيه خلل، صار بيه خلل يمكن هذا السبونر، بس ما أدري. بالله السيرفر نورمال، ليش ما يرسبن؟ المفروض مو يرسبن، يطيح فوق، ندوس هاي الدقمة، المي شو يسوي؟ يجيبه يدفعه هنا، بس صاير خلل الريدستون، يعني نسوي يعني بعدين. اوكي خلينا نطلع ونبني القارب. طبعا قارب بسيط كلش وسهل، كلش سهل يعني، وما بي تكلفة، مجرد خشب وفنس وكوارتز كم بلوك، يعني ما يتجاوزن 9 بلوكات. حلو. حاير وين اسوي؟ هي بهذا البحيرة، شي اكيد بهذا البحيرة، بس وين نسويه بالضبط؟ بالضبط وين نسويه؟ والله فد مكان حلو اسويه بالنص، او شو تقولون هنا بهذا المكان بالضبط. اوكي خلينا نجيب الموارد، الموارد بالبيت، بهذا البيت مال القوارب. فها شنو العمود؟ ها احمد مسوي تغييرات بمدينة الالعاب، ضايف العاب جديدة، وهاي اذا كفى الوقت نشوفكم اياها. اوكي ها منين اطبلها؟ نسيت والله، نسيت ها منين اطبلها. المفروض فتحة هنا مو صحيح؟ المفروض فتحة. اوكي حلو. هذا الصندوق محضر بيه كل شيء كالعادة، سلابات ودرج وكوارتز شوية، ايتم فريم وهاي. اوكي هسه شو نسوي؟ هسه نبني، او شو تقولون النام؟ النام هذاك سريع، شو هو هذا الجو؟ هو ذاك. راح بالقارب شوية اسرع، راح ابني قارب شراعي وجميل. اوكي يلا شوف، والله سريع البنم، حلو حلو حلو. خلي النام لا يجون الوحوش، ولا المنطقة كلها مشمعة، ليش ما يرسبن؟ شوفوا المي جوا هسه تبل، اقعد القى نفسي مبلل شو اسمه ملابس. اوكي خل نرجع، وين نبني القارب؟ هنا هنا شوي مساحة حلوة، خل هذني كلهن نوخرهن ونجيب، نبقي بس الاكل. اوه والله قبط، يلا جيب هذا 1 2 3 4 5 6، نجيب هذا 7، ولايتن فريم هذا اوفن بعدين. اوكي هنا راح نسوي بهذا المكان بالضبط، بالضبط. اوكي وين شو تسوي؟ اول شي تحط لك الديرت وحدة، لاخ ديرت، حط سلاباية، 1 2 3 4 5 كلهن غلط. خل نكسر هاي، نجيب هذا هواي راح نحتاجه، فراح اخليه مكان الاكل. حلو نكسر هاي فاول، والله هاي التحكم بالماء صعب صعب شباب. اوكي هاي هم فاول، هاي هم مكسر هاي. اوكي حلو حلو، هسه نرجع الاسلابات. حلو 1 2 3 4 5، هسه شو نسوي؟ درج مقلوب، مو هنا مو هنا، لا والله اغلاط تصير بالبناء. اوكي درج مقلوب وين تخليه؟ هنا. لا والله قهر قهر، احسن شيء احسن شيء احسن حال يعني. خلي بلوكه واصعد عليها. من البداية يا اخي، من البداية هاي 1 غلط. نصعد بعد. اوكي هسه لازم اجيبها هاي، شلون الدرج يطلع هيج؟ شلون يا شباب؟ والله مشكلة. المفروض زين، عندي فكرة، جيب هاي هم هيج، لا اريده مقلوب مقلوب يا اخي، مقلوب مقلوب هيج لازم يصير هالمرة. يا سلام صار، واخيرا واخيرا صار. اوكي خلينا نصعد، نكسر هاي الفوق، 1 2 حلو. اي اي صار، تمام تمام تمام. نجيب هاي، الباقي سهل، بس تخليه بصفه يطلع نفسه. اوكي هاي هاي شنو غير تصير مثل جماعتك؟ اوكي والله شكله راح يصير مرقع، لان ما يكفي يمكن. ها شو سالفته؟ اوكي 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 شباب لازم اركز، هيجي وهيج هاي شو والله ده يصير ويتخربط. اوكي مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة. هيج اي من البداية يا اخي، من البداية. هسه هذا هم مقلوب، لا اجا عدل اجا عدل، وتالي وتالي، يعني شلون نضل هيج احنا؟ اوكي بس عرفت الفكرة، نكسر هذا. حلو نجيبه نخليه هيج، اي هسه تمام. وهاي هم نفس الحالة، نجيب كوارتزاية وهيج، اي تمام تمام تمام. 1 2 اوه بس لا خلصت،
خلصت والله، راح نرقع، راح نرقع شباب، راح نرقع. هاي شو سالفتك؟ هاي تصير مثل جماعتك، يلا هيج وهيج، راح اختنق يلا بسرعة. اي هسه تمام تمام هسه شنو؟ نكسر هذني، نجيب بكاكس، اكسر هذا وهذا وهذا وهذا. اوكي بعد شنو شنو شنو؟ اتذكرت اتذكرت، نحتاج سلابات والله، نحتاج سلابات. خل نسوي كرافتنج تيبل على السريع، جيب الكرافتنج خليها جوا هنا. هاي افتح افتح، ما يصير كرافتنج تيبل جوا المي؟ والله هاي المعلومة ما ادري، هاي معلومة جديدة. اوكي وين راحت؟ والله يمكن عندي لاج، مو ما يصير، مو ما يصير عندي لاج، ما ادري، خلينا نجرب مرة الاخ. حلو جيبها هنا، عندي لاج، شوفوا ما تفتح. اي صحيح صحيح صحيح. اوكي شباب رجعت لكم بعد ما راح اللاج يعني، وخليت مود الخريطة، خليت الخريطة دائما انساها والله، ما ادري ايش فيها. اوكي فشردت اسوي بكرافتنج تيبل حتى نسيت والله. المهم عندنا ايتم فريم وهذا التراب دور، تخليهن بالمقدمة، مقدمة القارب، وتخلي التراب دور وتفره شوية. حلو يصير شلون هاي الماطور بالمقدمة تقريبا، هيج فكرة. حلو خلينا نصعد، والله بناء صعب بالماي، بناء كلش صعب. هسه اجا وقت الشراء بالنص طبعا، هاي المفروض 5 بن، 1 2 3 4، هاي تنكسر المفروض، تنكسر ديرت هنا. اوكي بالنص تماما، 1 هاي حشرت، 2 3 حلو. تجيب كوارتز على ثالث وحدة، اي على ثالث وحدة، 1 2 3، خلي 2 هنا و 2 هنا، وبعد شنو؟ والله نسيت، مش بيه هواي ينسى، والله هواي ينسى شباب. اوكي وحده هنا وحده هنا، هسه تجيب الدرج، تجيب الدرج، خلي وحده هنا وحده هنا وواحد هنا، ونفس الحاله من هاي الجهه الثانيه. تجيب درج هنا وهنا وهنا. حلو هسه خلي نكسر هذا الخرابيط كلها، نكسرها. تقريبا هسه بين عندكم الشكل تماما، ترى شو رايكم؟ بعد فنس، بعد فنس، بعد فنس، نسيت نسيت، لازم نكمل، شوف الشراع شلون فهو. اوكي نصعد، فنس فنس فنس، اي هاي لهنا تمام. خشوفكم المنظر من بعيد، حلو ترى شو رايكم؟ والله البلم حلو، تدرون حلو، بس خلي ننام على مود يبين عندكم المنظر اكثر، وعلى مود والله حلو المنظر، بس صح هو مرقع، صار خشب الوان وحلو غيره يعني ورا الفيديو. اوكي خلينا ننام. ها نسيت اقول لكم، ورا الفيديو راح شو اسوي؟ اشوفكم عالمي الكرياتيف، شوفون الخرابيط وكل شيء. خلينا نطلع منا. حلو شو رايكم بهذا المنظر؟ بس خلينا نشيل هاي الخرابيط كلها، خلينا نشيلها. اوكي اخطبوط هسه. اوكي خلينا نجيب الشافل همين، نجيب الشافل، نكسر هاي وهاي وهاي. حلو حلو، وهاي وهاي، نكسر كل الخشب وهاي الاشياء كلها. يلا راح اختنق سلاب كرافتنج تيبل. شوف جو المي يكسر بطيء، وتطويرته لا ولا تطويرته فاشله، قبل شوي طورته. شو رايكم بالبلم؟ والله حلو حلو شباب، تدرون تقدر تغير بيه الوان. اشوفكم شلون، خل نصعد. اوكي نصعد على السريع. هاي اوكي هو شنو شنو هاي؟ اوكي هسه تقدر تغير الوان، مثلا اكسر هاي. حلو اكسر هاي، تخلي راح اخلي اصفر، شو رايكم تلونه انت حسب الرغبه. هسه شو رايكم؟ حلو الدرجه هم تقدر تغيرها انت بكيفك يعني. نكسر هذا وهاي وهذني، صعدنا منهن ونشوف شكله هسه. يعني انت وذوقك يعني، حسب ما تريد تخلي القارب. والله انا اشوفه حلو، صح هو ما يمشي بس حلو كمنظر. خلينا نرجع شويه، نطلع نطلع نطلع، ترى شوف شكله من بعيد، والله البحيره حلو. انا احاول استغل كل شيء موجود بهذا العالم، يعني عالم كبير صار حلو. اوكي واحاول ان شاء الله الحلقه الجايه ارفع لكم اياه على الميديا فاير، تحملوه. وصح هو على الحاسبه ما اعرف يشتغل العالم على الموبايل، اذا لقيت برنامج يحاول على الجوال احاول لكم اياه.
فأنا دا حاملة من البارحة، حجمه جيجا لأن كلش كبير كبير كلش. هذا هو القارب، شو رأيكم؟ أوكي شباب، بعد ما عندنا شيء بناء بهالحلقة، راح أشوفكم عالم الكرياتيف طبعا، وأشوفكم السوالف كلهن لابنين. هو راح أموت راح أموت، ناكل بوتيتا مشوية ترى. صح، هذا الفكرة أخذتها من تعليق، دائما تساعدوني بالتعليقات، تنطوني أفكار، وهاي يعني اللي عنده فكرة خلي يكتبها، بس كاتب لي سفينة، سفينة تطول وموارد وهاي، وأنا ما عندي موارد، فقلت خل أسوي بلم صغير. أوكي خل نطلع من السيرفر. ها، وعلى مود أشوفكم شغلة ثانية، ديش الحلقة قلت لكم السيرفر بس يشيل 10 لاعبين، ولهذا ما حد يجي عضو جديد، بس 10 لاعبين يشيل. وهسه راح اعطيكم الدليل، لان بعض الناس قالوا انت تكذب، فهسه راح اعطيكم الدليل. اوكي بعد راح نطلع من هذا العالم. اوكي ديسكونكت، نطلع من السيرفر. هذني السيرفرات اللي عندي، ذا هايف، هاي بيكسل، كيوب كرافت، ميجا، شو اسمه، ماين بليكس، كلهن حلو. السيرفر هذا راقي كرافت، هذا هو، شوفوا 0 من 10، شوفوا على اليمين 0 من 10، يعني يشيل بس 10 لاعبين. وراح ادخل له مرة ثانية على مود تتأكدون يعني هو مو غير سيرفر، على مود تتأكدون هو حلو. يلا يلا ادخل 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 ادخل. النت شوي ضعيف. لودينج تيررين تيررين، نفسه هو العالم، عالمنا. هاي اطلع 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 اطلع، والله مشكلة النت. هاي تي ماكو. المهم ايه، شوفوا نفسه هو العالم. اوكي تمام، وهذا البلد مالتنا ترى. اوكي ديسكونكت، خلي اشوفكم عالمي الكرياتيف سنجل بلاير. اوكي العوالم هواي عندي، هذني الكاستم مابات والهاي حلو. اشوفكم الكرياتيف، اكثر اشياء اللي اسويهن براق كرافت اتدرب عليهن هنا، يلا اسويهن يعني مو اجي انسى، لان انا دائما انسى، فاتدرب عليهن ابني اكثر من مرة على مود من اسوي بالفيديو. كل شيء تمام. هذا عالمي الكرياتيف اللي اتدرب عليه كل شيء، خلي اسويها نهار. تايم سيد زيرو. اوكي شوفوا اول شيء، طبعا هاي المدرسة تدربت عليها شوية وبنيتها، رغم انه ما بنيتها بالفيديو بس تدربت عليها يعني. اوكي هذا البلم اللي سويته هسه، يمكن هذا احلى من اللي سويته هسه، مو لان الموارد كاملة، انا عندي نقص. هذا خربته؟ لا لا والله حلو، حرامات خربه. ذني اعوف هنيك للذكرى للذكرى، صار هواي يعني كل ما ادخل شيء حلو. وكل شيء ما بانيهن. هذا اول شيء القارب، سويت لي بركه صغيرونه، وهذا القارب، وهاي المدرسه. بعد شنو، هاي الخيم اللي بالصحراء هم تدربت عليها، سويت 3 على مود احفظهم. شوفوا نفس الخيم بالضبط بالضبط نفسها. هاي النار طفيها، هاي حلو، 3 خيام. هاي ما سويتها لان اعتقد فكرة تعبانة، على اساس غرفة مال بوشنات، قالوا لي اسويها بالسيرفر لو لا. غرفة مال بوشنات، الواجهة مالتها بوشن وتدخل من جوا. سوري، هاي المنظر مالتها يعني حلو. هاي قرية هيك وحدها طالعة، هاي هيك مرات العب هنا، انا حط تي ان تي. هسه اشوفكم شلون. وين التي ان تي؟ هاي التي ان تي حلو، فيكة قديمة هي. هاي هاي هاي، طفي الزر طفي الزر طفي الزر طفي الزر. اوكي تخليه هيك على شكل يمكن 7 في 7 بصفو التي ان تي. واو شو طاحت عن الحلقة هواي يعني، والله ما ادري شو اسوي. اوكي تحملون تحملون حلو. توقف بالنص، تدوس البوتن. شوف شوف شوف، وي شوف وين طرت. فيكة حلوة، هاي قديمة بس حلوة. اوكي بعد اشوفكم باقي الاشياء. هاي الخيم، هاي الشجرة، هاي الشجرة اكثر شيء تعبتني لان بنيتها وياكم بالتصوير. هاي هنا سويتها مربعة، قلت مو حلوة ما سويتها مربعة. هنا انا بس هاي هيك ما طلعت دائرة، عفتها، سويت وحدة جديدة هنا دائرة، والبصافة هم لحد ما ضبطتها وسويتها من سجل الفيديو. حلو نفسها بالضبط بالضبط نفسها. وبعد هذا بيت ما سويته، بيت صغير ما سويته لان مو حلو. هذا نفسه. اوكي هذا البيت الصغير، هاي الحلقة مال البيت صغير جدا، سويته 3 مرات 3 مرات اتدربت عليه. شوفوا هاي اول مرة، هاي الثانية، هاي الثالثة، نفسه بالضبط نفسه. شوفوا هاي منها تدخل حلو. بعد خلينا نشوفكم الاشياء هنا. عود بيت بس شفته تعبان كلش، بس عفت الفكرة خطوة اللي يعني عفتها. هنا ملعب كرة السلة حلو.
نفسه، هم نفسه تماما. وهنا المحل صغير، هذا ملعب كرة السلة. بعد شنو والله هواي اشياء، يمكن ذاك انمسح لان هذا جديد سويته. هاي الشغل السينما، شوفوها السينما من تبدل بلوكات، بس صار عندي خلل ردستوني، فاستعانيت بمرتضى. شوفوا من الشغلة ما اشتغل، صار خلل ردستوني. مرتضى يعرف بالردستون، حل المشكلة يعني. شوف هذا الشغل كله ردستوني. وبعد ما عندي شيء والله، كل الاشياء انا مسويها هنا يعني بالكرياتيف، اتدرب عليها. يلا فاوكي شباب، لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم، اذا عجبكم خلينا لايك طبعا، واشترك بالقناة اذا ما مشترك. وهب نشوفكم حلقة جديدة، مع السلامة. لا مو هيك، مو هيك، مو هيك الفيديو، هيك هيك ننزل بهاي قبل. يلا 1 2 3، مع السلامة. وي